قتل النمل إذا كان موجود في البيت أو في الحوش دون أن يكون منه أذى؟ لا يجوز قتل النمل إذا من غير أذية، بل يقرأ عليه. ولهذا قال الله تعالى إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فقتل قبيلة، فقال الله سبحانه وتعالى لو إذا كنت قتلت فنملة واحدة. فهذا يدل على أنه لا يسوق للإنسان إذا لم تؤذي النمل أن يروح يتقصد ذلك الأمر، لأن ذلك خلق من خلق الله، لا ينبغي الإنسان يؤذي إلا من آذاه. وأما إذا آذت النمل فإنه يتعود في البيت، فإنه يتعود بالله من شرها 3 مرات ثلاثة أيام، فيقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، والغد يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، وفي اليوم الثالث كذلك. فإذا لم تزل يزيلها بغيره، ولو اضطر إلى مرة واحدة يقولها 3 مرات. وإني أنصحه أن يقرأ عليها قوله تعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فإنه إذا كررها 3 مرات فإن ذلك ينفع، وقد جربت ذلك بنفسي. إذا وجدت نمل في بعد سفر فإني أقرأ هذا، والله إني أجدها تتسابق إلى جحرها، والحمد لله. شكر الله لك.